الكلام. فلما تلاقوا في هذا التوقيت محاولة الإيقاع ومحاولة الفتنة بهذا الشكل، لازم نقول للمهندس عادل الأول ألف سلام عليك يا باشمهندس. الله يسلمك يا إبراهيم، ووحشنا عايشتنا ويعني كتير، وألف سلامة على عينيك. أنا اللي بفتقدك. لا أنا مفتقدك، ألف ألف سلامة. طمني الأول بس، إيه الموضوع؟ والله إبراهيم، أنا امبارح الصبح رحت للدكتور، قال لي، كنت بشتكي عيني وجعاني كده، قال لي ده ضغط العين عالي وده مش كويس ولازم نشوف اسبابه. قام قال لي شوف، في سبب ممكن يكون هو وممكن يكون حاجه تانية، يعني نبتدي بيه. لا عندي ميه بيضه على عيني، فقال لي بكره الصبح تجيلي طب نشيل. انت ازاي سمحت للميه البيضه ده يا باشمهندس؟ ايه؟ ازاي سمحت ان الميه تبقى بيضه؟ عشان بعرف اعوم، ما انت عارف. لا الف سلامه، اتفضل. الله يخليك، الله يخليك. يعني هي هتاخد لها كام يوم كده، وربنا يسهل يا رب نلحق يوم الاثنين لما فيش اي مشاكل ويطلع الضغط منها، يعني هو الضغط بتاع العين ده اللي وحش.